منذ بدء الحرب بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة ثانية، لم تصل مدينة عدن أي معونات إغاثية سوى الإماراتية. وهذه الباخرة التي تحمل مواد إغاثية جديدة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وصلت إلى ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن وبدأت بتفريغ حمولتها. الوضع الإنساني الذي تمر فيه محافظة عدن كمحافظة منكوبة ومحافظة لحج وأبين والضالع وكثير من المحافظات اليمنية وضع كارثي، ولكن نقول عدن بالذات كونها محاصرة ولا يوجد أي سبيل أو أي منفذ لاستلام أي شيء سوى عبر البحر وعبر هذا الميناء، ميناء الزيت، ميناء البريقاء في عدن الصقراء. ولذلك إلى اليوم للأسف الشديد لم تصل أي مساعدات سوى هذه المساعدات التي وصلت من الهلال الأحمر الإماراتي. مستشفيات ومراكز عدن الطبية تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما دفع بالقائمين على القطاع الصحي إلى نقل عشرات المرضى المصابين بأمراض مزمنة إلى محافظة حضرموت. وهنا في قسم الكلى بمستشفى الصداقة بدأت الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي بالنفاذ. الأدوية سوف تنفذ خلال 3 أيام. نحن قد أرسلنا قبلها إلى مستشفيات محافظة حضرموت حوالي 120 حالة للغسيل الكلوي، بتوقف بقي معنا حوالي 130 يعملون غسيل في هذه المحافظة. إن شاء الله يعني تكون مبادرة الأخوان في الإمارات أيضا تكون حافز أيضا لأخواننا في دول التحالف بمزيد من الدعم الطبي خاصة في مجالنا. توجد لدينا كثير من الأمراض المزمنة التي أيضا بدأت تنتشر في هذه المحافظة. ويرى عاملون في مجال الإغاثة أن إطالة أمد الحرب سيضاعف من معاناة السكان في ظل استمرار عمليات النزوح ومحاصرة الحوثيين للمحافظات الجنوبية لا سيما مدينة عدن. إلى جانب محنة الحرب القائمة في عدن، يعيش السكان هنا أوضاعا إنسانية صعبة تتفاقم يوما بعد يوم في ظل غياب تام لنشاط المنظمات الإغاثية الدولية. فواز منصر، سكاي نيوز عربية، عدن.